جفاف وتصحر وقلة أمطار وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، تيارات مناخية تلعب دورا كبيرا في ندرة وشح المياه وانخفاض منسوبها، عوامل تهدد قطاع الزراعة والمياه الصالحة للشرب، ما يجعل عصب الحياة أمام خطر كبير. وعليه فإن تنظيم السياسات المائية وتوزيعها بشكل عادل مع دول المنابع يجعل البلاد أقل تضررا منها. وأهم الخطوة هو جمع البيانات حول ندرة المياه في أي منطقة، سواء كانت في شمال أو وسط أو جنوب العراق، ثم أخذ بنظر الاعتبار البلانينج أو التخطيط المناسب لهاي الحالة، وكذلك تطبيق الخطة بعد التقييم الخطة. التغيرات المناخية ليست شبحا يظهر ويختفي فجأة، بل هي ظاهرة فرضت تداعياتها الخطيرة على العالم بصورة عامة والمنطقة على وجه الخصوص. ولتجاوز هذه التغيرات يلعب الإنذار المبكر والأرصاد الجوية دورا مهما في مواجهة آثار تلك التقلبات المناخية. من الأمور التي تحصل عادة أحيانا خلال هذه الأزمات أي أن الحصص المائية تتفاوت، يعني أحيانا لا يكون هنالك ضبط للحصة المائية التي تشارك لقدر الزراعة والحصة المائية التي تشارك لمياه الشرب وإلى ذلك. فالعمل بهذه الوشات التدريبية وهذه الأمور التي نعمل فيها يضمن تنسيق هذه الحصص بما يتناسب مع كمية المياه المتوفرة على مستوى السدود والوفرة المائية بشكل عام. إنشاء سدود أو تعلية سدود موجودة أو إنشاء سدود جديدة هي أحد الحلول أكيد بطبيعة الحال، حتى تتناسب مع التغيرات المناخية للأمطار التي تحدث في العراق. التغيرات المناخية قد تكون تغيرات زمانية وتغيرات مكانية، فبالتالي إنشاء سدود جديدة في الأماكن الجديدة للأمطار قد يساهم في حل المشكلة أيضا. وإذا كان التغير المناخي وما يتبعه من تداعيات سلبية وتأثيرات مباشرة على موارد المياه المختلفة، فإن جهدا كبيرا يبذل من خلال ندوة حوارية احتضنتها ريبيل لجهات مشاركة عدة، منها وزارة البيئة والموارد المائية والتخطيط والإسكان والإعمار، بإيجاد حلول مستقبلية لأهم ظاهرة تهدد الحياة البشرية تتمثل بشح المياه وندرتها. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.